السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله ربع مين النهارده اليوم الثاني او المحاضرة الثانية من دور قراءة وفحص مخططات مفاتيح الجهد المتوسط اللي هو الميديم فولت سويتش جير دروينج اند كنترول سيستمز. احنا امبارح خدنا مقدمة عن الالكتريكال باور نتورك وفهمنا موضوع الجنريشن ترانسميشن والديستريبيوشن، تعرفنا عليها كلها. بعد كده ابتدينا نتكلم على الديفرنت باسبار ارينجمنت وركزنا على السنجل باس سنجل بريكر ويز سيكشنالايزر، وفهمنا ازاي هو عمل السيستم بتاعه، وفهمنا فكره الباسبار وازاي قسمه السكشنين وربط ما بينهم عن طريق باس تاي او ما يطلق عليها باس سيكشن او ما يطلق عليها باس كابلر، واتفقنا ازاي بيربط ما بينهم عن طريق اما الدمي باس او الدمي كابلر يعني او عن طريق الايه الباس رايزر، وفهمنا القصه دي، فهمنا يعني ايه ويزدروبل سيركت بريكر وليه استخدمها ويزدروبل سيركت بريكر، فهمنا ليه الفيدر ايرث سويتش وبيستخدم في ايه، فاحنا ركزنا على السنجل باس سنجل بريكر ويز سيكشنلايزر. وبعد كده طبعا اتكلمنا على جميع الكومبوننتس اللي موجوده داخل السويتش جير، بدايه من المينيتشر سيركت بريكر، الاوكسيلري ريلي او الكونتاكتور ريلي او كونتاكتور، خلينا نقول اتكلمنا عن السيركت بريكر نفسها، اتكلمنا عن الكرنت ترانسفورمر والفولتج ترانسفورمر، وبعد كده في النهايه خدنا الكي ووردز او ازاي اقرا الدروينج بتاعي. ابتدينا ان احنا نتعرف على الصفحات بتاعتنا، وابتدينا نتعرف اول صفحه بتوصف الدروينج ده، تاني صفحه شفناها اللي هي ليست اوف بيجز وعرفنا ليست اوف بيجز دي لازمتها ايه، بعد كده دخلنا على البيل اوف ماتيريال، بعد كده دخلنا على اللي اوت بتاع الخليه بتاعتي، وشفنا الليجنز اللي هي السيمبلز المستخدمه داخل السكيماتيك دايجرام بتاعنا بتدل على ايه، بحيث لو انا ما فهمتش حاجه اقدر ارجع لها بسهوله. ان شاء الله ربع مين كان اخر دايره موجوده او اخر حاجه كانت موجوده عندنا، انا قلت لكم مش هخش فيها عشان فعلا اسئلتكم كانت برضو تستحق الاجابه الاول قبل ما ننتقل على نقطه ثانيه، هي دايره الاي سي، وبعد كده نخش على طول على دوائر الدي سي. طيب تعالوا نبتدي كده، بسم الله نبتدي في دايره الدي سي. طيب انا عندي دلوقتي يا باشمهندسين بالنسبه لدايره الاي سي اللي هي الدايره الخاصه بالالترنيتنج كارنت، احنا دلوقتي عندك جميع دوائر الحمايه وجميع دوائر الكنترول داخل محطات الكهرباء بيتم تشغيلها عن طريق الدي سي، عن طريق الدي سي وليس عن طريق الاي سي، تمام كده؟ زي ما قلت لكم يا باشمهندسين انت دلوقتي عندك جميع دوائر الكنترول وجميع دوائر التحكم بيتم عن طريق الايه، عن طريق الدي سي وليس الاي سي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض، هرسم لكم حاجه كده بخط ايديا، خلينا نشوفها كده اهو مع بعض. دلوقتي يا باشمهندسين الفكره بكل بساطه ان انت عندك في محطات الكهرباء اللي بيحصل الاتي، اللي بيحصل باشمهندس ان احد الفيدرز بتاعه السويتش جير اللي هي بيكون جهد 13.8، تمام كده، بيكون ادي عندك باسبار 13.8، تمام، بيبتدي يخرج من عندك هنا من الباص، تمام، عن طريق طبعا الويزدروبل سيركت بريكر اللي احنا بنقول عليها، تمام، ويخرج كده طبعا عندك هنا الايه الايرث سويتش او اللي هو الفيدر ايرث سويتش، تمام. احد الفيدر دي يا باشمهندسين بيخرج هنا على حاجه اسمها الايه السبستيشن سيرفيس ترانسفورمر، اس اس تي اللي هو بيسموه السبستيشن تمام سيرفيس ترانسفورمر اللي هو المحول اللي بيغذي خدمات الايه خدمات المحطه. طبعا ده بينزل من 13.8 من 10 كيلو فولت يدخل على ايه يديك الناحيه الثانيه 380 ايه فولت، بتاخد انت ال 380 فولت ده، طبعا ده 3 فيز تمام كده، بتدخل بيه بقى هنا باشمهندس على قاطع كهربي، تمام، بس ايه لو فولتج سيركت بريكر، تمام، لو فولتج ايه سيركت بريكر، ده كده بيكون انكمر وبتدخل بيه على ايه على باص. وعندك برضو في واحد تاني سبستيشن سيرفيس ترانسفورمر تاني بيجي هنا برضو يدخل على انكمر ويدخل على باص تاني، تمام؟ فانت عندك هنا سبستيشن سيرفيس ترانسفورمر 2 مثلا، ده سبستيشن سيرفيس ترانسفورمر 2 وده مثلا سبستيشن سيرفيس ترانسفورمر 1، تمام؟ وبين الاثنين دول بيكون برضو في باص سيكشن. جميل كده يا شباب؟ حلو قوي. بخرج من هنا بمجموعه ام سي سي بي، هنا ممكن يكون ام سي سي بي، تمام كده؟ مجموعة ام سي سي بي هنا كده ومجموعة ام سي سي بي هنا كده، تمام؟ بالمنظر ده. طبعا دي بتكون ام سي سي بي زي ما فهمتك، وده اللو فولتج سيركت بريكر وده برضو لو فولتج سيركت بريكر، يعني ده سيركت بريكر ده مولدد كيس ايه؟ سيركت بريكر،
تمام. طيب انت عندك يا باشمهندس الجزئيه دي، الجزئيه دي كده، دي بنسميها يا باشمهندسين المين، مين تمام، المين اي سي دي بي اللي هو المين الرئيسي، يعني الاي سي اللي هو الالترنيتنج كارنت اللي هو جهد الاي سي، يعني ديستريبيوشن ايه بانل، او ممكن تكون بي كده اللي هي ديستريبيوشن ايه بورد. تمام كده يا باشمهندسين، قلت لي حلو قوي. طيب انا ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اخد مثلا جزء مثلا واحد من ده كده واروح بيه امشي بيه امشي بيه لحد ما بروح يا باشمهندسين عند ايه؟ عند غرفه السويتش جير. فده كده مثلا رايح للسويتش جير، فيجي هنا على السويتش جير يدخل ايه؟ يدخل انكمر عن طريق برضو ام سي سي بي تمام، ويخرج منه هنا بمجموعه من الام سي بيهات بقى اللي هي ايه بتترسم كده وبتترسم كده، مجموعه من الام سي بي اللي هو مينيتشر سيركت ايه سيركت، بيخرج كده بالمنظر ايه بالمنظر ده. طبعا ده بيبقى مرسوم كده اهو ومرسوم كده اللي هو السيمبل بتاع المينيتشر سيركت بريكر. تمام حلو. طب دي بس بيكون انكمر واحد؟ لا، ممكن يكون انكمر وفي انكمر جاي من السكشن الاخر هنا. تمام كده. طيب دي كده باشمهندسين تمام بنسميها اي سي تمام ديستريبيوشن بورد، بس دي خاصه بالسويتش جير مثلا بيلدينج، يعني ده كده خاص بتغذيه دوائر الاي سي اللي موجوده فين في السويتش جير. في واحد تاني يروح يغذي مثلا اللي موجود مثلا عندك في الجي اي اس تمام، في واحد مثلا تاني ممكن يروح يغذي عندك اللي في بانيلات البروتكشن تمام، يغذي ما هو بيشتغل عن طريق الاي سي في اي مكان موجود عندك في المحطه. تمام كده حلو قوي. طيب اللي موجود عندك كاي سي في المحطه، خلي بالك انا هرجع للرسمه دي لما ادخل للدي سي، بس انا هكمل دلوقتي بالنسبه للدايره بتاعتي هنا. تمام حلو قوي. طيب خليني انا افضل مكبر الكاميرا كده عليها. طيب ايه اللي بيحصل بقى يا باشمهندس رشاد دلوقتي؟ اللي بيحصل يا باشمهندسين الاتي، اللي بيحصل ان انت خدت الخط اللي من عندك ده اللي هو المينيتشر سيركت بريكر ده، خدت المينيتشر سيركت بريكر ده كده واحد من هنا من اللي موجود في السويتش جير تمام، ودخلته على خليه ما اللي هي اول خليه عندك في السويتش جير، اول خليه عندك في السويتش جير تمام حلو قوي. دخلته على اول خليه، بيجي عند الخليه دي في اكس 3 رقم 1 ورقم 2، اكس 3 دي اللي هي الروزيتا او التيرمينال بلوك، رقم 1 ورقم كام ورقم 2 تمام حلو قوي. وبعد كده ابتديت ان انت تعمل لوبينج ما بين البانلات وبعضها، يعني ايه؟ خرجت من اكس 3 1 و2 دي، جيت هنا كده جبت خط هنا كده اهو وجبت خط هنا كده على التيرمينال بلوك برضو كام اكس 3 برضو 1 وكام 1 و2، الخطين دول اي سي ريد ويلو تمام كده، سوري ريد ونيوترال، يعني سنجل فيز تو جراوند تمام، سنجل فيز تو جراوند. طبعا انت عندك ده 380 فولت كفيز تو فيز، يبقى سنجل فيز تو جراوند كام 230 فولت. وزي ما جيت دخلت هنا تخرج تاني من هنا من الخط بتاعك ده كده تمام، انت دخلت عليه كده تخرج هنا كده تكمل كده، وزي ما دخلت هنا بالنيوترال بتاعك تخرج كده وتكمل كده للخليه اللي بعدك. يبقى حضرتك واقف هنا في الخليه مثلا اللي احنا واقفين فيها مثلا سي اتش 03 مثلا او اتش 05 وات ايفر رقمها كام تمام، هتبتدي انت جاي مثلا من البانل الخليه اللي قبلك اللي هي مثلا رقمها اتش 03 ورايح مثلا لخليه بعدك بغض النظر عن رقم الخليه دي كام. فهو هنا دوائر الاي سي مش دوائر مهمه قوي بالنسبه له، او انقطاع السبلاي عنها مش مهم قوي زي دوائر الدي سي اللي انا هوريها لكم. ليه؟ لان هي الاحمال اللي موجوده عليها كاي سي ليست احمال مستخدمه في التحكم في السويتش جير كبريكر او كار دي او كانترلوكينج، ولا متحكمه في دوائر حمايه ولا اي شيء خالص. تمام حلو قوي. فمعنى كده ان هو خرج من هنا بالام سي بي ده بفيزا ريد ونيوترال بس، يعني انت عندك الباسبار ده 3 فيز، ولكن الام سي بي ده بيكون 2 بول يا شباب، يعني كده خليني اكبر دي تاني تمام، يعني الام سي بي ده الباسبار ده بيكون طبعا 3 فيز، ما فيش عندك اي جدال، ولكن ال 3 فيز دول بتاخد منهم ريد ونيوترال فقط، بتدخلهم على المينيتشر سيركت بريكر ده، المينيتشر سيركت بريكر ده تمام كده على ريد ونيوترال بس. تاخد الريد ونيوترال دول، انت معاك هنا دلوقتي ادي فستين تمام، جيت دخلت بيهم على خليه السويتش جير الاولى تمام، ولنفترض مثلا اسمها اتش 01 تمام،
حلو قوي. دخلت هنا على التيرمينال بلوك اللي هي الروزيتا بتاعتنا اللي هي اكس مثلا كام 3 رقم 1 ورقم 2. وبعد كده خرجت من هنا من نفس الترم بلوك دي رحت على الخلية اللي بعدك دخلت برضو عندها على رقم برضو اكس 3 تيرمينال بلوك اكس 3 رقم 1 و2. وبعد كده خرجت تاني ورحت على الترم على اللي بعدها الخلية اللي بعدها اتش 05 مثلا اتش 03 وهكذا. فانت عامل ايه؟ عامل لوب. تمام، عامل ايه؟ لوب. وطبعا بيكون التوصيل توازي. تمام، اللي انت بتوصل له جهد ايه؟ جهد اي سي لكل الايه، لكل الدوائر اللي موجوده عندك. تمام كده، حلو قوي. خلينا نكبر دي شويه كده اهو. فده ايه؟ عمليه اللوبينج. فزي ما انت شايف هنا كده انا جيت دخلت هنا وخرجت تاني رحت الايه، رحت للخليه اللي بعدي. طيب انت جوه بقى عندك ايه يا باشمهندس؟ اه دخلت انا هنا الترم بلوك اكس 3 هنا 1 و2. تمام، الرسمه بتاعتها دي يا باشمهندسين لو انت دققت فيها شويه، تمام حلو كده، لو دققت في رسمه التي بي دي، لو انت رحت لصفحه البيل اوف ماتيريال هتكتشف ان الترمينال بلوك دي اكس 3 دي عباره عن سلايد لينك تي بي. سلايد لينك تي بي، لحظه واحده بص يا باشمهندسين، زي دي كده، دي اسمها سلايد لينك تي بي. يعني اللينك ده هنا، بصوا كده هنا اهو، تمام، اللينك ده زي ما انت شايف الطرف ده مع الطرف ده الاثنين على بعضهم معمول لهم شورتنج او الاثنين لامسين بعض. فلو انت وصلت سلك هنا ووصلت باشمهندسين، بس اللي بيجي متاخر شويه عشان خاطر بس ما نوقفش الشرح كذا مره، نحاول يا باشمهندسين نلتزم بالموعد بالله عشان خاطر بس ايه ما يحصلش اي لخبطه للناس اللي بتتابع معانا. المهم زي ما انت شايف كده يا باشمهندس، ما بين هنا وما بين هنا الطرفين دول مالهم؟ واصلين مع بعض كده زي ما انت شايف. لو انت خدت اللينك ده جبته هنا كده على الشمال فيبقى الاثنين دول مفتوحين عن بعض، فدي بنسميها سلايد لينك تي بي. طبعا مش دي اللي قدامك هنا، ولكن انا بقول لك ده مثال لسلايد لينك، دي خاصه بالكرنت ترانسفورمر سيركت، بس انا بقول لك فكره يعني ايه سلايد لينك تي بي. تمام، ادي مثلا في واحده ثانيه اهي سلايد لينك تي بي، انا جايبها لك مفتوحه مثلا هنا كده ايه من جوه عشان تشوفها. تمام، فهم كده الاثنين دول واصلين ببعض. لو انت خدت المسمار اللي هنا اهو، فتحت المسمار كده من هنا، تمام، وزقيت الايه التيرمينال دي على الجنب كده، خلاص يبقى انت فتحت الاثنين دول ايه عن بعض، يبقى الواير اللي هنا معزول عن الواير ايه اللي هنا. بعكس النوع ده مثلا من التي بي، النوع ده فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ يعني هنا كده في حته نحاسه واحده او حته المونيوم واحده، فالواير اللي هتركبه هنا هو هو الواير اللي هيخرج من هنا، ما عندكش اي مشكله خالص. يبقى الاثنين دول حته واحده، ما فيش فيها فكره ان انا افتح الطرفين عن بعض، ما فيش فيها فكره ايه، فكره فتح الطرفين ايه، فتح الطرفين عن بعض. يا رب بس تكون كده واضحه اهي. دي بنسميها الفيكس التايب ايه، الفيكس التايب تي بي. تمام، الستاندرد يا شباب حوالين العالم كله، تمام، ان كل طرف في التيرمينال بلوك اي نوع تيرمينال بلوك ما ينفعش يركب فيه اكتر من وايرين، مستحيل. لا دي ملهاش علاقه بقى بسكيكو ولا ارامكو ولا في مصر ولا بره مصر، ملهاش اي علاقه. اي طرف من التيرمينال بلوك لاي نوع تيرمينال بلوك ما ينفعش يركب فيه اكتر من كام؟ من 2 وايرز. جميل، حلو قوي. فهو خد هنا عندك ادي باشمهندس دخل على سلايد لينك تي بي. طب ليه يا باشمهندس رشاد سلايد لينك تي بي؟ عشان هنا انا اقدر اعزل دايره الاي سي بدون ما اثر. يعني انا مثلا سي عايز اعمل صيانه هنا او مثلا بغير الهيتر او اللمبه اللي انا شغال عليها هنا، انا ممكن اعزل التي بي، ممكن يكون المينيتشر سيركت بريكر بايظ، ممكن يكون عندي اي مشكله. الفكره ان انا عايز اعزل السبلاي ايه، عايز اعزل السبلاي، فتقدر عن طريق السلايد لينك تي بي تفتحها وبالتالي تعزل السبلاي اللي قبل عن السبلاي اللي بعد. يعني خلاص تعزل اللي هنا عن الايه، عن الجزئيه اللي موجوده تحت هنا. تمام يا باشمهندسين، حلو قوي. طيب خرجت هنا بقى من التي بي. طيب بما ان انت هتعزل بدون ما تاثر على الدايره كامله بتاعتك، عشان كده لما انت جيت هنا خرجت من نفس الطرف. لو انت خرجت من الطرف التحتاني هنا اكيد طبعا لو فتحت اللينك ده ساعتها كنت تقطع السبلاي عن بقيه الايه، الخلايا اللي بعدك. تمام، انا حبيت ايه يعني ابدر انا بالحته دي عشان اكيد الناس ايه ممكن تسال فيها. تمام كده، حلو قوي. طيب ده خرجت انت بقى من الترم بلوك، بتعمل ايه يا باشمهندس؟ بص مبدئيا لازمه الترم بلوك ايه، لازمه الترم بلوك دي يا باشمهندسين اول حاجه تسهل عليك عمليات القياس. يعني بدل ما تروح انت للمينيتشر سيركت بريكر نفسه او بدل ما تروح للكونتاكتور نفسه، خليني برضو اوريه لكم المثال بتاع الكونتاكتور. يعني بدل باشمهندس ما تجيب كونتاكتور زي ده ويبقى انت مثلا الكونتاكتور ده متركب في الخليه عندك ومثلا مليان وايرات
وتبقى انت عايز توصل مثلا للترمينال الموجوده هنا او عايز توصل للترمينال الموجوده هنا، او زي مثلا المينيتشر سيركت بريكر اهو القطع الكهربي المنمنم زي اللي موجود عندك في الشقه مثلا، تمام، عايز توصل اطراف هنا بيبقى الموضوع صعب. فدايما تلاقي الترمينيشن لازم يكون موجود على ترمينال بلوك عشان يسهل عليك عمليات القياس ويسهل عليك عمليات الترابل شوتينج برضو، او ان انت عارف فكره ان انت قسمت الدايره لاكتر ايه، اكتر من جزئيه، تمام، حلو قوي. طيب بخرج من التي بي دي، دخلت على ايه، دخلت على مينيتشر سيركت بريكر، ده كده اسمه مينيتشر سيركت بريكر اللي هو ايه، اللي هو ده، تمام. المينيتشر سيركت بريكر ده بيكون ده السيمبل بتاعه. طيب انت عرفت منين يا باشمهندس رشاد ده السيمبل بتاعه؟ بسيطه جدا، اتفقنا ان احنا نعمل ايه، اتفقنا ان احنا نرجع للايه، الايه، الليجند عندنا اهي، صح كده. طيب الليجند دي فين، فين الرسمه اللي انت شفتها من شويه؟ تعالى مثلا نبص هنا ندور عليها مثلا هنا، اظن هنا في الصفحه اللي قبل كده اهو، ادي يا باشمهندس هو ده السيمبل اللي كان موجود. فده كاتب لك ان هو مينيتشر ايه، سيركت بريكر، وبياخد رمز بي او ايا كان حسب الايه، حسب الدروينج بتاعك، تمام. فزي ما انت شايف واخد رمز بي فعلا، وهو ده شكل الايه، المينيتشر سيركت بريكر، تمام. طبعا اللي انا جايبه لك ده سنجل بول، في واحد تاني بيكون دبل بول، يعني ده هنا كده اللي مرسوم قدامك ده دبل بول، جميل جدا. طيب ده جاب لك هنا كده، عدى لك السبلاي الاي سي، تمام. تعال نمشي من الاسهل للاصعب. دلوقتي انت خدت السبلاي الاي سي ده، دخلت بيه لحد نهايه الدايره هنا، نهايه الدايره دي فيها هنا لمبه، تمام، لام. طب لو انت مش عارف تروح برضو لمين، للليست اوف سيمبل، تشوف دي علامه ايه، تمام. ومعاها هنا حاجه قبلها ال اس 2، مين ال اس 2؟ هتلاقي في السكيل هو عامل لك عند ال اس 2 عامل لك علامه ستار كده، وكاتب لك هنا ال اس 2 ده، بيكتبها لك كده على الجنب كده، وادي السكيم نفسه كبي دي اف. انا طبعا انا قاطعها من السكيم اهو، تمام، ادي يا باشمهندس ال اس 2 اهو نفس الرسم اللي قاطعها من السكيم، هتلاقيها كاتب لك هنا ايه اهي ال اس 2 نوت. طالما انا عامل لك جنبه هنا علامه، يبقى هكتب لك هنا نوت واقول لك ده معناه ايه، تمام كده، حلو قوي. فانا اقطع لك الكلام ده احطه في البرزنتيشن عشان اعرف ايه اتحرك فيها براحتي، تمام اهو. فقال لك ال اس 2 ده شون وين بانل دور از اوبن. ال اس 2 ده باشمهندسين هو عباره عن الايه، الليمت سويتش. يعني ايه ليمت سويتش؟ زي باب الثلاجه، زي باب العربيه او وات ايفر، هو مفتاح نهايه الشوط اللي هو بنقول عليه مفتاح نهايه الشوط. المفتاح ده قال لك ان هو بيكون، المفتاح ده بيكون كلوز زي ما انت شايفه ده، او الرسمه بتاعته دي ال اس 2 شون، يعني باين قدامك هنا، لما يكون الباب مفتوح. انهي باب؟ اللو فولتج كومبارتمنت اللي هي الجزء العلوي من الخليه اللي فيه دوائر التحكم بتاعتك. يبقى ده معناه ان انا اول ما افتح الباب الكونتاكت ده هيكون مقفول، وبالتالي انا استفدت ايه؟ استفدت كده ان السبلاي هيجي كده، وادي السبلاي جاي لك هنا كده. فطبعا النيوترال رايح لللمبه، فاضل لها اللايف. لما انت تفتح الباب الكونتاكت ده يكون مقفول، فيعدي لك السبلاي هنا، فاللمبه تنور عشان الراجل بتاع الصيانه يعرف يقعد يبص جوه البانل بتاعتك ويبتدي يعمل قياسات، او هو بينظف او تيفر الحاجه اللي هو بيعملها، سواء كانت ترابل شوتينج او سواء كانت ايه مينتنس او تيفر، تمام، حلو. طب دي الدايره الاولى. طب الدايره الثانيه، انا جاي للسبلاي هنا كده، داخل دايره هنا اللايف، وداخل دايره هنا كده النيوترال، على حاجه اسمها تي اتش اتش. طب تي اتش اتش ده ايه؟ ده الثرموستات، تمام، دي اللي هي الايه، الثرموستات او هيوميديتي سويتش، يعني شغاله هيرموستات او هيوميديتي ستيت اللي هو بتبص على نسبه الرطوبه، تمام، حلو قوي. طيب عدى من هنا برضو الاي سي، هو هنا دخل على جهاز، الجهاز ده خد باور سبلاي، تمام، حلو قوي. يجي هنا بقى كده يعدي، يعدي برضو الايه، اللايف بتاعك من هنا ومن هنا. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ بص يا سيدي، ده عباره عن سيلكتور سويتش. يعني ايه سيلكتور سويتش؟ مفتاح تغيير اوضاع، هل انت عايزه في وضع الاوتو ولا وضع الاوف ولا وضع المانيوال، تمام. طيب وضع الاوتو يبقى الكونتاكت ده هو اللي مقفول، وضع المانيوال يبقى ده هو اللي مقفول، وضع الاوف يبقى الاثنين مالهم؟ الاثنين مفتوحين، تمام، يبقى الاثنين ايه، الاثنين مفتوحين. طيب بعدين ده بقى، لو انا اخترت وضع المانيوال ده هيقفل وده يفضل مفتوح، فالسبلاي ينزل هنا كده يروح لمين؟ يروح لحاجه اسمها الهيتر، فيشغل الهيتر بشكل دائم عشان يعمل تسخين داخل اللو فولتج كومبارتمنت، عشان خاطر لو في رطوبه او اي حاجه ما تبقاش ايه، تعمل شورت سيركت على دوائر التحكم اللي موجوده جوه الخليه بتاعتك، تمام. طيب باشمهندس رشاد، لو انا عامل اوتو، لو انت عامل اوتو امسح ده، تمام كده، وهتلاقي ساعتها ده هو اللي قافل. لما ده يقفل يبقى هيجي لك السبلاي من هنا يعدي، تمام، الهيتر واصل له من هنا النيوترال، فاضل له اللايف، طبعا ده مفتوح. طيب اللايف ينزل هنا كده، اه
ينزل عشان يعدي بقى كده ويروح هنا لازم الكونتاكت ده يكون مقفول. مين الكونتاكت ده؟ زي ما انت شايف ان ده علامه المثلث دي، دي علامه كومباراتور. كومباراتور يعني حاجه بتقارن درجات الحراره، فحسب انت بتظبط الثيرموستات بتاعتك على درجه حراره معينه زي اللي موجود عندك في السخان، زي موجود عندك في المكيف وات ايفر، هو بيقيس درجه الحراره وبناء على درجه الحراره السيتنج اللي انت حاطاه، لو لقى درجه الحراره اقل منها يقفل على طول الكونتاكت ده اوتوماتيك، فيعدي السبلاي من هنا كده للهيتر، فالهيتر يشتغل يبتدي يسخن لحد ما درجه الحراره جوه الخليه توصل لحد معين الثيرموستات يحس بيها، فيبتدي ان هو يعمل ايه؟ يبتدي ان هو يفتح الكونتاكت ده بتاعه مره ثانيه فيفصل الهيتر. طب المانيوال يا باشمهندس رشاد ده كان شغال على طول، الهيتر ما كانش حاجه بتحس بدرجه الحراره؟ طبعا مش هو اسمه مانيوال؟ مانيوال يبقى انت لا تتحكم كليا في ايه؟ انت لا تتحكم كليا في الهيتر. فدي دوره الاي سي